الكلمة الآن للسيدة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر فليتفضل معاليه بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه السيد امين عام الاتحاد الدولي للاتصالات السيدات والساده الوزراء ورؤساء الوفود الحضور الكريم يسرني ان ارحب بكم اليوم مجددا في مستهل افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه 2019 الذي تستضيفه مصر في مدينه شرم الشيخ تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتشريفه الكريم. هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد لاول مره خارج المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات منذ عقدين من الزمان. ويعد من اهم المحافل الدوليه التي ينظمها الاتحاد بمشاركه صناع القرار وخبراء الاتصالات وسائر الاطراف الفاعله في مجال اداره الطيف الترددي المعنيه بوضع الاطر التنظيميه لصناعه تكنولوجيا الاتصالات. في مختلف أنحاء العالم. وتأتي أهمية الموضوعات التي يطرحها مؤتمرنا في دورته الحالية، في كونها تشمل العديد من القضايا الهامة المتعلقة بصناعة الاتصالات، وعلى رأسها الموضوعات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ونظم البث الرقمي وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية، كما تشهد فعاليات المؤتمر استعراض ومراجعة اتفاقية الراديو. التي تنظم الاستخدام الامثل للاتصالات حول العالم. حيث تقر الدول الاعضاء المشاركه في اعمال المؤتمر تلك الاتفاقيه. وذلك الى جانب مناقشه عدد من الموضوعات الهامه المطروحه ضمن جدول اعمال المؤتمر والمرتبطه بانظمه النفاذ اللاسلكيه. السيدات والساده، تعد مصر واحده من الدول المؤسسه والفاعله في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها اليه عام 1876 بعد سنوات قليله من تاسيسه تحت مسمى الاتحاد الدولي للبرق فقد كنا ولازلنا ندعم رساله الاتحاد ودوره المحوري في اتاحه وتطوير خدمات الاتصالات دوليا ومحليا ولقد سعت مصر الى استضافه هذا المحفل الدولي الهام واتخاذ كافه التدابير والاستعدادات اللازمه لضمان انجاحه ايمانا منها باهميه صناعه تكنولوجيا الاتصالات والدور الريادي الذي يلعبه قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الاستخدام الامثل والتوظيف الاقتصادي لهذا المورد القيم النادر والضروري لجميع خدمات الاتصالات الراديويه اي الاتصالات اللاسلكيه ومن هذا المنطلق تحرص مصر على المشاركة الفاعلة في أعمال قطاع الراديو بالاتحاد إذ انتخبت عضوا في مجلس الاتحاد وكذلك عضو في لجنة لوائح الراديو وذلك خلال مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 وتضمن أجندة المؤتمر تحديد الضوابط وتنظيم الأسس لبعض التكنولوجيات المحورية التي سوف يكون لها آثارًا إيجابية على مجتمع الاتصالات الدولي، ومنها ضوابط الانتقال إلى الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات الذي بات ينتشر بسرعة مضطردة. وتتجلى أهمية تكنولوجيا الجيل الخامس في كونها موردًا ثريًا لنمو الاقتصاد العالمي، ليس فقط لما توفره من سرعات هائلة غير مسبوقة، بل الأهم هو خلق بيئات اتصالات ذكية تسهم في إحداث تغييرات جوهرية في كافة مناحي الحياة كتواصل الأشخاص واتصال الأشياء وتبادل البيانات وتطوير أنظمة النقل، بالإضافة إلى دعم تطبيقات المدن الذكية وتطبيقات الحوسبة السحابية والواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات التقنية التي تواجه بعض التحديات مع شبكات الجيلين الثالث والرابع كذلك سيقوم الخبراء المشاركون بدراسه احتياجات الطيف الترددي والاحكام التنظيميه لادخال واستخدام النظام العالمي للاستغاثه والسلامه في الطيران ودراسه احتياجات الطيف فيما يتعلق بالتتبع والتحكم والقياس عن بعد بغيه تقويم ملائمه التوزيعات الحاليه للطيف لخدمه اتصالات الاقمار الصناعيه ضيوفنا الكرام ان الموضوعات التي سوف نتطرق اليها خلال فعاليات هذا المؤتمر في غايه الاهميه الامر الذي يتطلب منا جميعا التكاتف الفعال والتعاون الصادق للوصول الى التوافق المامول حول القضايا التي تفرض نفسها على الساحه فعلى الرغم من اختلاف اولوياتنا فاننا على يقين تام بأن هذا التجمع المتميز بما يضمه من خبرات عالمية متخصصة قادر على التوصل إلى سياسات وقرارات تلبي التطلعات المنشودة لشعوبنا في تطويع تكنولوجيا الاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة لبلداننا. وفي نهاية كلمتي أود أن أعبر عن شكري الخاص للاتحاد الدولي للاتصالات لثقته في الكفاءات المصرية وإن تشريف السيد رئيس الجمهورية لمراسم الافتتاح لهو رساله تاكيد جليه تعكس حرص مصر على ان يخرج هذا المؤتمر على اكمل وجه ليحقق غاياته الماموله ويفضي الى اهدافه المنشوده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته